فيديو اليوم راح اشرح كيف تطلع سلاح الماب، كيف تفتح الباكا بانش، وكيف تبني درع بماب Dead of the Night. طبعا بدا الفيديو شوي طويل لانه شارح بالتفصيل لكل شيء، يعني مثلا سلاح الماب شارح اماكن كل الرموز، التطوير شارح اماكن كل الصور، فايه في شرح بالتفصيل. لو انت تبي شيء واحد بس ما تبي كل الشروحات، شيك اول تعليق بالكومنت كاتب توقيت كل شرح من الشروحات بهالفيديو. فاي يلا خلينا نبدا الفيديو. طيب خلينا نبدا بالشيلد. الشيلد اول شيء المكان الاول عند البدايه مثل ما شايفين، امشي نفس المشي اللي قاعد امشي من البدايه راح توصل لهالمكان. القطعه الاولى يمكن تلاقيها بهالمكان او بهالمكان اللي شايفينه قدامكم، ولسه للحين لساعتنا بالقطعه الاولى امشي نفس اللي انا قاعد امشي لحديت المنطقه اللي بين اليمين واليسار، راح تلاقي هون عند العمود هاد كله القطعه الاولى لسه. والمكان الاخير للقطعه الاولى هي على الجهه المعاكسه بالضبط للمكان الاول اللي هي هون. فا اوكي هاي القطعه الاولى للشيلد. القطعه الثانيه مثل كل الاماكن عم بورجيكم من مكان زوس، فمن مكان زوس امشي نفس المشي انا قاعد امشي حاليا لحديت ما توصل ل ايست هاف واي مثل ما شايفين، راح تلاقي القطعه الاولى على الكرسي، المكان الثاني للقطعه الثانيه على الطاوله، والمكان الاخير للقطعه الثانيه عند العمود الابيض. اوكي الحين القطعه الاخيره من عند زوس مشان ما تضيعوا، لان ادري معظمكم مو حافظ الماب لسه، فمن عند التمثال الضخم تبع زوس بنص الماب روح لعند المكتبه، وبالمكتبه في ثلاث اماكن، المكان الاول على الكنبه مثل ما شايفينه قدامكم هلا، المكان الثاني على الرف او المكتبه المكسوره، والمكان الاخير راح تلاقوه فوق على الطاوله هون. فايه هي كل ثلاث اماكن للثلاث قطع تبع الشيلد. بس يكون عندك كل الاماكن هاي بكل بساطه روح وركب الشيلد. مكان بناء الشيلد مثل ما شايفين قدامكم هلا ورا زوس، يعني قبل كنت اورجيكم او راح اورجيكم من عند زوس بالضبط، مثل ما شايفين هذا تمثال زوس. امشوا يمين اطلعوا لفوق الدرج، اول غرفه بتلاقوها ركبوا فيها الشيلد. فمثل ما شايفين عم بورجيكم خطوه بخطوه، اذا واحد محافظ الماب عم بورجيكم الاماكن قطع كلها من نقطه واحده مشان تحفظوها. فتجي وتبني الشيلد هون وخلاص الشيلد صار عندك جاهز. طيب سلاح الماب، كيف تطلع سلاح الماب او الريغان مارك 3؟ بكل بساطه في اربع رموز لازم تحطها هون مثل ما شايفين، في اربع الوان وكل لون من الالوان هدول في له اربع رموز، ففي اربع اماكن راح اورجيكم اياها، كل مكان من هالاماكن فينك تلاقي فيه رمز من هالرموز مع اللون تبعه. فمثل ما شايفين راح اورجيكم حاليا الاربع اماكن، وبكل مكان من الاماكن الاماكن اللي فينك تشوف فيها الرمز. فمثل ما شايفين عم بورجيكم هلا من عند زوس الاماكن كلها عم بورجيكم اياها من عند تمثال زوس، لانه موجود بنص الماب وواضح والكل شايفه. فا اوكي الحين المنطقه الاولى اللي فينك تلاقي فيها ثلاث رموز، الرمز الاول مثل ما شايفين هلا قدامكم عند التخت او السرير مثل ما شايفين على يسار التخت هون على الحيط راح تلاقي فيه رمز، ما لقيته هون هالرمز رح يكون لونه احمر، بس ما انت تبي تعرف شو الرمز تيجي هون. اوكي مثل ما شايفين هون لقيت الرمز اللي هو حرف الزد، فاكتب على ورقه انه اللون الاحمر الرمز تبعه زد، احمر زد. والمكان الاخير لهالرمز اذا ما لقيته بالحيط نفس اللي كان طالع عندي انزل على مكان الخمور تحت راح تلاقيه ورا الشباك هون على احد البراميل، لازم يكون لونه احمر، بس لازم تكتب شو الرمز اللي لونه احمر اللي حيكون اكس اي زد دي، فاهم شيء تكتب شو الرمز اللي راح يكون لونه احمر. اوكي بعدين الرمز الثاني مثل ما شايفينه عفوا المكان الاخير للون اللونه احمر لسه في مكان اخير اللي هو هون مثل ما شايفينه عند طاوله الاكل، هذا المكان الرابع للرمز اللي لونه احمر. طيب خلصنا منه، حاليا خلينا نبلش باماكن الرمز الثاني. مثل ما شايفين عند طاوله الاكل اطلع لبرا مثل ما شايفين هون عند منطقه الجرين هاوس، عند الجرين هاوس اول مكان راح تلاقيه هون مثل ما شايفين لقيته انا عند عند الباب الحديدي، هذا الرمز لازم يكون لونه اخضر، لازم لونه اخضر، بس المهم تعرف شو هو الرمز. فانا طلع معي انه زد، لو ما طلع بهذاك المكان راح يكون موجود بهالمكان الثاني مثل ما شايفينه، لو ما لقيته بهالمكان راح يكون موجود هون ورا البيرك، ما لقيته ورا البيرك على يمين البيرك، فراح يكون الرمز لونه اخضر اكيد موجود بهالاربع اماكن او واحد من الاربع اماكن، فالمهم تكتب شو هو هالرمز. فانا هون عندي الرمز الاخضر كان حرف الزد، كتبته على ورقه اخضر هو زد.
اوكي الرمز الثالث تمثال زوس، ورا تمثال زوس بالضبط رقي له ثلاث اماكن. المكان الاول مثل ما شايفينه هون على يسار البوي نايف ما لقيته، المكان الثاني ورا السياج الحديدي هون ما لقيته، هون الرمز الاصفر. فالمكان الثالث لقيته مثل ما شايفين. عندنا هون الرمز اللي لونه اصفر كان رمز الاكس، فراح اكتب بورقه اصفر اكس. والمكان الاخير هو فوق على البالكوني مثل ما شايفين. فالحين عندنا الرموز الثلاثه بقينا الرمز الاخير مثل ما شايفين من عند زوس، امشي نفس اللي انا قاعد امشي فيه حاليا، بقينا الرمز اللي لونه ازرق. فالرمز اللي لونه ازرق قاعدين نمشي مع بعض. مدة الفيديو طويل بس لانه ماب جديد ومو حافظين الاماكن، فابي اورجيكم بالتفصيل من وين نمشي. فمثل ما شايفين هلا وصلنا عن منطقة السيمنتري اللي هي منطقة المقبرة. الرمز الازرق، اول مكان للرمز الازرق راح تلاقوه موجود هون، المكان اللي بطخ عليه ما لقيته بجيمي. المكان الثاني للرمز الازرق مثل ما شايفينه لقيته هون، الرمز الازرق كان عندي اياه حرف الاي، فخلص صار عندي الاربع رموز جاهزة. بس راح اورجيكم اخر مكانين للحرف الازرق. عند الاسد هون مثل ما شايفين فينا نلاقي الرمز الازرق هون، والمكان الرابع للرمز الازرق راح نلاقيه بالابر مثل ما شايفينه هون باحد الابور هاي. فايه خلاص هاي الاماكن كلها لكل الرموز. تذكروا انه كل منطقه من المناطق لون ثابت بس الرمز اللي يتغير. فراح اجي لهون احط كل لون احط الرمز اللي لقيته. فمثلا عند الازرق، عند الازرق لقيت حرف الاي، فانتم شايفين هون راح اجي عند الازرق احط حرف الاي. بعدين عند الاخضر كان عندي حرف الزد، فراح اضل اضغط مربع ليعطيني حرف الزد. عند الاصفر كان عندي حرف الاكس، فراح اضل اضغط على الاصفر مربع مربع ليصير عندي الاكس. وعلى الاحمر نسيت شو كان على الاحمر، خلينا نشوف. زد، اوكي كان زد. بس حطيت الرموز كلها، اضغط مربع على المسدس وراح يعطيك السلاح، وخلاص مبروك عليك سلاح الماب. طيب الحين كيف تفتح الباكا بانش او التطوير؟ التطوير نوعا ما شوي صعب، بس يعني كاول مره صعب بعدين تتعود عليه. فالمهم التطوير من عند تمثال زوس مثل ما عودناكم، امشي على نفس الطريق اللي انا قاعد امشي فيه حاليا لعند الماستر بيدروم او التخت، راح تلاقي فيه فخار او فازه مثل ما شايفينها. في ثلاث فخارات كل من جيم لجيم يتغيروا، لازم تدور على الفخاره اللي طالع منها اشعاع. فما شايفين هالفخاره ما فيها اشعاع، واللي على اليمين ما فيها اشعاع، بس اللي عند التخت فيها اشعاع. كسرها وراح يطلع بلوره من تحتها، قتل عند البلوره اربع ارواح زومبي، وراح تلاقي انه خلص البلوره وقفت تسحب ارواح زومبي، معناتها جاهزه. اسحب عليها بنرجع لها بعدين. خلينا نروح للمكان الثاني او البلوره الثانيه من عند تمثال زوس. انتم شايفين عبرجيكم بالضبط لوين تروحوا، اظن رايحين حاليا عند المكتبه. الى عند المكتبه في ثلاث فخارات، الفخاره الاول انتم شايفين طالع منها الشعاع، هي هي، بس عبرجيكم الاماكن الثانيه. هاي الفخاره الثانيه والفخاره الاخيره عندنا اياها موجوده فوق. فنروح على الفخارة اللي طالع منها اشعاع او لون معين، نكسرها ونقتل جنبها زومبي نعبيها ارواح. ما راح نعبيها ارواح بشكل جدا كبير، فقط اربع ارواح زومبي. فمثل شايفين هلا عم نقتل قدام عدد معين لنشوف انه خلص وقفت تاخذ ارواح وصار يطلع منها الشعاع، وبالتالي خلصنا من هالبلورة. اسحب عليها حاليا. خلينا نروح للبلورة الثالثة والاخيرة يلي هي موجودة عن منطقة الخمور تحت الارض. فمثل شايفين هلا عم نروح لمنطقة الخمور، نفس الشيء عندنا ثلاث فخارات ولازم تكسر الفخاره اللي طالع منها شعاع. هاي المكان الفخاره الاولى، الفخاره الثانيه اظن على الطاوله هون، والفخاره الثالثه مثل ما شايفين موجوده عندنا هون. فنسحب عليهم كلهم ونروح على اللي طالع منها شعاع ونعبيها ارواح مره ثانيه. فاوكي الحين بس نعبي الفخارات كلها ارواح راح في شيء يباله نوعا ما حفظ، او اذا ما قدرت تحفظه ارجع للفيديو كل مره تبي تسويه. فخلنا نشوف شو هالشيء. الحين قتلت زومبيين مثل ما شايفين هون، نقتل كمان زومبي ثالث ورابع وراح تصير البلورات كلها معبايه ارواح. فالحين بس البلورات تكون معبايه ارواح تروح تضغط عليها مربع للبلوره وراح يعمل لك او يورجيك كاتسين بسيط. فمثل ما شايفين هلا خلينا نضغط مربع على البلوره راح تورجيني كاتسين جدا بسيط. الكاتسين هو مثل ما شايفينه ورجتني ساعه، فلازم اروح عند الساعة واضغط مربع. الحين اي ساعة؟ في ثلاث ساعات، يا اما هالساعة اللي ورا تمثال زوس على طول، يا اما الساعة الثانية اللي هي عند طاولة الاكل، عم ورجيكم كيف تروحوا عليها بالضبط. خربطت هون، خربطت الطريق مثل ما شايفين. فالجهة المعاكسة عند طاولة الاكل الكبيرة، هناك راح نلاقي المكان الثاني او الساعة الثانية،
والمكان مثل ما شايفين هاي الساعة الثانية تضغط عليها مربع. الحين أنا مو مفعل ولا واحدة بس عم بجيكم من أماكن. والساعة الأخيرة عند غرفة البلياردو ساعة صغيرة موجودة على السقف. فالمهم كل عليك تروح شيك الساعات الثلاثة هدول، راح تروح على واحدة منهم وراح تلاقيها قاعدة تلف بشكل عكسي وشكل جدا مجنون مثل ما شايفين هلا هون هاي. روح اضغط عليها مربع راح ينرسم لك ساعة على الأرض مثل ما شايفين قدامكم هلا. ساعة الأرض هاي اللي عليكم انكم تضلوا واقفين فيها مدة دقيقة تقتلوا او تأكدوا انكم ما تموتوا. فاي بكل بساطة مثل ما شايفين هلا قاعد بالساعة راح يطلعوا لك زومبي طالع من عيونهم شيء لونهم ازرق، هدول راح يكونوا جدا سريعين فانتبه ما يذبحوك او شيء. فاي انتم شايفين عدي هون دقيقة، وبعد دقيقة الساعة راح تعطيك القطعة الاولى اللي راح تحتاجها للباكا بانش. فاي الحين احنا رحنا على البلورة الاولى ورجتنا ساعة، الحين نروح على البلورة الثانية اللي عبيناها ارواح، نضغط عليها مربع وراح تورجينا بيرك، راح تورجينا تمثال بيرك من البركات، بيرك عشوائي كل جيم يتغير. فانت يعني على ما اظن بهالوقت راح تعرف اماكن البركات بالجيم وين، فتروح على البيرك اللي شفت صورته بالجيم عندي طلع بيرك اودن، بروح على بيرك اودن وبكل بساطه كل اللي اسويه اني اضل بيرك اودن تقريبا راوند كامل، اتاكد اني ما اموت، ما في تعبايه ارواح لا، بس انه اتاكد اني ما اموت راوند كامل او وقت معين، وبعدين مجرد ما اخلص الراوند راح اشوف انه اللون الرمادي راح وصار عندي قطعه. طيب الحين تروح على البلورة الثالثة تضغط مربع وراح يطلع لك احد هالرموز، يا اما حبل مشنقة يا اما هالدمية او صور من الصور اللي شايفينها قدامكم هلا. فالمهم من كل جيم لجيم تختلف شو صورة اللي طلعت لك، لو طلعت لك صورة الدمية تعال للمكان اللي بالنص مثل ما شايفين هون بالنص راح تلاقي عندك الدمية، اضغط عليها مربع راح يطلع روح من الدمية. كل اللي تسويه انك تلحق هالروح، ما في داعي تحميها، ما في زومبي راح يهاجموها، بس الحق الروح او ما في داعي تلحقها. لو تعرف المكان النهائي حفظته من الفيديو راح تيجي الروح لعند المقبره برا وراح تفوت جوا هالمكان وتعطيك القطعه. طيب لو طلع لك صوره البنت هاي مثل ما شايفين اللي ماسكه سمكه، تعال اضغط مربع على صوره البنت هاي، مو ماسكه سمكه اللي ايديها مقيده عند البيانو بالضبط، اضغط مربع على اللوحه راح تطلع روح مرة تانية. الحق الروح راح توديك لهالمكان وتعطيك القطعة. نفس النظام كلهم، اهم شيء انك تحفظ اماكنهم. لو طلعت لك صورة البنت الماسكة عجوز انتم شايفين هاي المكان عند غرفة البلياردو، اضغط مربع الحق الروح للاخير وراح تعطيك القطعة. واظن لسه باقي مكانين، لسه في في صورة البنت هاي اللي محطوط على رقبتها حبل المشنقة، تعال اضغط عليها مربع راح تطلع روح الحقها وراح تعطيك القطعة. وبعدين عندنا المكان الاخير راح اورجيكم اياه بعد شوي. ملاحظه، ممكن انه في صوره ناقصه لان لسه ما اكتشفوا كل الصور، فاذا في هون في حبل المشنه، الحبل المشنه عند الخمور تحت، لو طلعت لك صوره غير موجوده بالفيديو تبعي بكل بساطه اللي عليك تسويه انك تدور باللوحات الموجوده بالماب نفس الصوره تبعك ب 90% او 99% غطيت انا كل الصور. بس لو احتمال طلعت لك صورة مو موجودة عندي بالفيديو روح ودور بالصور بالماب. لو طلعت لك جريدة تعال عند المكتبة اضغط مربع على البوكس خشب اللي هون وراح تطلع روح والحقها وراح تاخذ منها القطعة الاخيرة. هم يعني الشغلتين غير الالواح، يا اما حبل مشنا عند الخمور تحت يا اما ورقة، والورقة انتم شايفين عند المكتبة، غير هيك كلها صور الواح وجدا سهل انك تدور عليها وتلاقيها بالماب. فالمهم بس تجمع الاربع سويتشات تعال عند نص الماب انتم شايفين عند المكان الاحمر، اضغط مربع راح ينفتح لك الباكا بانش ويطلع لك الداير وولف. كل عليك تسويه انك تقتل داير وولف، او ما في داعي تقتله بس تقتله عشان ما يذبحك، وبهيك صار عندك الباكا بانش جاهز. فيا شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى من هذا الفيديو لا تنسوا تم الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالكومنت ارائكم، وبس كان معكم شركيال بشركه كيشكم فيديوهات ثانيه ان شاء الله. مع السلامه.